او في الثلاث ايام اللي فاتوا يا ايمن، النتائج في الثلاث ايام اللي فاتوا نتائج متذبذبه ورايحه وجايه، مش على منتخب مصر بتكلم بشكل عام، حط لي النتائج يا سمير لو سمحت واحنا بنتكلم. فنتائج غريبه جدا وحاجات، يعني كوت ديفوار بيفوز على غينيا بيساو، ولكن كان واضح اصلا كمان ان كوت ديفوار عندها مشكله. يعني يا كابتن اسلام لو غينيا بيساو فريق كوت ديفوار، بس انا بتكلم بشكل عام، يعني نيجيريا وواحد واحد وتعادل غينيا الاستوائيه مع غينيا الاستوائيه، مصر ومع موزمبيق، ثم هزيمه غانا من الكاب فيردي، وكمان تعادل الكاميرون النهارده، النهارده تعادل الكاميرون، تعادل الجزائر وانجولا. فلا يعني يمكن السنغال هي اللي عدت، السنغال هي اللي فلتت. وده برضه هنتكلم فيه، ان السنغال تقريبا هي الفريق الكبير المرشح الوحيد اللي نزل عمل المطلوب، الاداء الاداء والنتيجه حقيقي. كوت ديفوار على فكره رغم الفوز 2-0، لكن اي حد اتفرج على المباراه لو فريق غينيا بيساو فريق اكثر خبره واكثر شراسه كان يقدر يسجل في كوت ديفوار، لان اخطائهم الدفاعيه كانت واضحه جدا. الكاميرون النهارده اخطاء ساذجه جدا واضحه. غانا تقريبا في ماتش كاب فيرد يعني ما كانتش هي غانا اللي الواحد منتظرها او يعني بيتوقع ان هي تعمل كده، رغم ان برضو ليهم اخر فتره غانا كنتائج مش افضل حاجه، ولكن ما تتوقعش ان هم هيبقوا بالسوء ده امام كاب فيرد. بنتكلم كمان كابتن اسلام نيجيريا وفرص كتير بتضيع واخطاء دفاعيه غريبه، والمباراه يعني بيروحوا انفراد، نيجيريا كانت بتضيع انفرادات، بتروح قدام المرمى بتضيع انفرادات. فالنهارده انا وجهه نظري ان منتخب مصر، لا احنا لازم نتكلم ان منتخب مصر النتيجه محبطه، في رطوبه في ارض ملعب ده على الكل، ولكن نتيجه محبطه. احنا منتخب مصر زي ما حضرتك كنت بتتكلم وكابتن حشيش على فكره التصنيف، لا احنا مصر 33 على العالم، موزمبيق 111، صح فرق كبير، القيمه السوقيه الماركت فاليو، ولكن خلي بالك كلام الكابتن حشيش هو صح. انا فاهم الاخر اللي في الملعب يعني صح كابتن اسلام الحاله في الملعب، لكن اقصد ايه الجاب مفروض ان هي كبيره. يعني حضرتك بتقول ايه، احنا نزلنا جبنا جون بدري المفروض نخلص. انا حسيت ان الجون زي ما قلت من ضمن الاسباب، انا عايز اقول ده من ضمن الاسباب، يعني احنا جبنا ضمن الاسباب السلبيه السلبيه طبعا ده المفروض ما يبقاش سلبي، هناك فرق بين ان احنا جبنا جون